عليكم. استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بحضور عدد من المسؤولين بالمملكة، وذلك في قصر القضيبية صباح اليوم. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطلع به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة، وما يقوم به من جهود في تطوير البرامج والأنشطة الدينية والحفاظ على التراث الإسلامي العريق. إلى ذلك استعرض سمو رئيس الوزراء مع الحضور عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني والمحلي، حيث أكد سموه على أهمية الحفاظ على الموروثات والعادات والتقاليد التي تعزز قيم التماسك والترابط بين المجتمع، لأنها كفيلة بحماية أبنائه من التأثر بمحاولات النيل من النسيج الاجتماعي، لافتا سموه إلى أن المجتمع البحريني سيظل عصيا على الفرقة، فمن ألف العيش في أجواء الأسرة الواحدة لن تجدي أبدا محاولات اختراقه. بعدها تطرق سمو رئيس الوزراء مع الحضور إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وجهودها الكبيرة في مد مظلتها لتطال كافة المواطن وليستفيد منها المواطن البحريني أينما كان دون عناء أو مشقة في ذلك.